هولندا. إيريك كونتونا من مشاهير كرة القدم في فرنسا يخاطب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بلهجة حادة ويطالبه بقراءة رسالة وجهها إليه إعلامي فرنسي كبير. المقصود بالرسالة مقالة طويلة نشرها مدير أهم موقع إخباري في فرنسا ينتقد فيها موقف الرئيس أولاند من الحرب على غزة. ومن بين المآخذ التي عددتها الرسالة صمت فرنسا إزاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس مخطئ لأنه اصطفى خلف اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل التي تقيم مستوطنات وتخرق القانون الدولي وتستخدم القوة في مواجهة الحق الشرعي للفلسطينيين، ومخطئ أيضا لأنه شجع الخلط بين انتقاد الصهيونية في فرنسا ومعاداة اليهود. دومينيك دو فيلبان رئيس الوزراء الفرنسي السابق عبر هو الآخر عن قلقه من صمت فرنسا حيال ما يتعرض له السكان غزة، ودعا فرنسا إلى تغيير موقفها المؤيد لإسرائيل. ناتالي غولي عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تخشى التداعيات السلبية لموقف الرئيس أولاند على دور فرنسا الدبلوماسي. الموقف الحالي هو نتاج تقييم خاطئ للنزاع وانحياز إلى إسرائيل التي وإن كان لها الحق في حدود آمنة فهي تخالف منذ سنوات القرارات الدولية، وهذا يعني أننا نشجع من يخالف القانون الدولي. موقف الرئيس أولاند لم يعجب أيضا نوابا من الحزب الاشتراكي الحاكم، فهؤلاء يأسفون لما يعتبرونه تعارضا مع الخط الدبلوماسي التقليدي لفرنسا حيال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. رئيس وزراء فرنسا مانويل فانس يصف هذه المواقف بالمحاكمة الظالمة. منذ بيانه الأول الذي اعتبر مؤيدا لنتنياهو يسعى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لإعادة التوازن إلى موقف فرنسا، لكن الذين ينتقدون سياسته الدبلوماسية يرون بأنه لم ينجح لحد الآن في إصلاح ما أفسده تقويمه للحرب على غزة. نوردين بوزيان، الجزيرة، باريس.